تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، نموذج الأول. سنقوم بحله معا. التمرين الأول: اذكر المجموعات الغذائية الأساسية. تصنف الأغذية ضمن 6 مجموعات أساسية. إذا نكتب 6 المجموعات الأساسية. المجموعة الأولى، أحسنتم، هي اللحوم. المجموعة الثانية، جيد، الدهون. المجموعة الثالثة، جيد، الفواكه والخضار. نواصل، 6 مجموعات. المجموعة الرابعة، جيد، الحبوب. المجموعة الخامسة، أحسنتم، الحليب ومشتقاته. الحليب ومشتقاته. وأخيرا المجموعة السادسة، هي جيد، الماء والمشروبات. إذن يوجد ماء ومشروبات. إذن يوجد 6 مجموعات أساسية، وهي نراجع: اللحوم، الدهون، الفواكه والخضار، الحبوب، الحليب ومشتقاته، الماء والمشروبات. إذن ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط بين الغذاء والمجموعة الغذائية الذي ينتمي إليها. إذن نربط بين الغذاء والمجموعة الغذائية الذي ينتمي إليها. لدينا الأغذية: البطاطا، السردين، البرتقال، الجبن، الجبن والفول السوداني. نعيد: البطاطا، السردين، البرتقال، الجبن، الفول السوداني. والمجموعة الغذائية هي الحليب ومشتقاته، الحبوب، الخضار، اللحوم والفواكه. إذا نبدأ بالربط كل غذاء مع المجموعة الذي ينتمي إليها. أولا لدينا البطاطا، أحسنتم، هي عبارة عن خضر، نربطها مع الخضر. نواصل، السردين عبارة عن سمك، جيد، هو لحوم، ينتمي إلى مجموعة اللحوم. الغذاء الثالث، البرتقال، فاكهة البرتقال، أحسنتم، ينتمي إلى مجموعة الفواكه. الجبن، يصنع الجبن من الحليب ومشتقاته، إذن ينتمي إلى مجموعة الحليب ومشتقاته. أخيرا الفول السوداني، عبارة عن حبوب، إذن ينتمي إلى مجموعة الحبوب. نراجع، لدينا البطاطا من الخضر، السردين سمك، لحوم، فاكهة البرتقال، الجبن من الحليب ومشتقاته، والفول عبارة عن حبوب. التمرين الثالث، نواصل مع التمرين الثالث. أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. إذا يوجد عبارات، إذا كانت صحيحة أكتب صحيح، أجيب بصحيح، وإذا كانت خاطئة أصحح الخطأ، معنى أكتب العبارة الصحيحة. يتوقف القلب عن النبض أثناء النوم. يتوقف القلب عن النبض أثناء النوم، معنى عندما أكون نائما قلبي يتوقف. أحسنتم، خطأ، القلب لا يتوقف أثناء النوم. إذا أصحح، لا يتوقف القلب عن النبض أثناء النوم، أو أقول القلب ينبض باستمرار. القلب ينبض باستمرار. إذا
القلب ينبض باستمرار، معناه القلب لا يتوقف عن النبض، صحيح العبارة؟ صححت العبارة. العبارة الثانية، ينبض القلب 120 دقة في الدقيقة أثناء الجلوس، معنى أثناء الجلوس دقات القلب تبلغ 120 دقة في الدقيقة. خطأ، كم تبلغ دقات القلب أثناء الجلوس؟ 70 وليس 120. وصحيح، ينبض القلب ليس 120، 70 دقة في الدقيقة أثناء الجلوس. إذن أثناء الجلوس ينبض قلبي 70 دقة وليس 120، صححت الخطأ. العبارة الثالثة، السمنة سببها تناول الكثير من الحلويات والسكريات. إذا معنى تناول الكثير من السكريات والحلويات يسبب لي السمنة، أحسنتم، صحيح. الإفراط في تناول السكريات والحلويات يسبب السمنة، صحيح. لا أصحح لأن العبارة صحيحة. رابعة، يجس نبض القلب في الرقبة. يوجد عدة، يمكن جس نبضات القلب في عدة أماكن من الجسم، من بينها الرقبة. إذن يمكن جس نبض القلب في الرقبة، صحيح. يجس نبض القلب في عدة أماكن من الجسم من بينها الرقبة، صحيح. نراجع، القلب ينبض باستمرار، معناه يتوقف القلب أثناء النوم، خطأ. ينبض القلب أثناء الجلوس 70 دقة في الدقيقة وليس 120، 120 خطأ أثناء الجلوس. السمنة سببها تناول الكثير من الحلويات والسكريات، صحيح. إفراط في تناول السكريات يسبب السمنة، صحيح. يجس نبض القلب في الرقبة، صحيح. من بين الأماكن التي يجس نبض القلب هي الرقبة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.